والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. أخبار المال والأعمال في نشرة سادسة تستعرضها لنا ميرفت المليجي. مساء الخير ميرفت. مساء الخير مصطفى، شكرا لك إيمان، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال. أخبار الاقتصاد، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة كبيرة في الاستثمارات الإماراتية في مصر، حيث ارتفعت إلى 1,900,000,000 دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022، وذلك مقابل نفس الفترة من عام 2020-2021 بنسبة ارتفاع قدرها 169.1%. وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 1,200,000,000 دولار خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك مقابل 1,100,000,000 دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، أي بنسبة ارتفاع قدرها نحو 1.4%. كما أظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالإمارات إلى 3,500,000,000 دولار خلال العام المالي 2020-2021، وذلك مقابل 3,400,000,000 دولار خلال العام المالي 2019-2020. عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل 25 ضمن سلسلة جلسات حوار الخبراء لمناقشة مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي. كانت الحكومة قد أطلقت حوارا مجتمعيا منتصف يونيو الماضي يهدف للاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص دعما لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات. أصدر وزير التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022-2023. تتضمن ملامح هذا القرار النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها وأماكنها وفقا للأصناف والمساحات المزروعة، ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز. كما يتضمن النظام الجديد تمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع، فيما زادت على أن تحدد أسعار الأساس وفقا لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرية. في سوق المال، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا بختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين، قابلتها مبيعات العرب والأجانب. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايضة بالسوق بنحو 11 مليار و900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 693 مليار و600 مليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 2,300,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع أو فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 10,094 نقطة ليرتفع بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 10,339 نقطة. كما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذي فتح عند 2,159 نقطة ليرتفع بنسبة 1.68% ويغلق عند مستوى 2,195 نقطة. الارتفاعات امتدت أيضا إلى مؤشر إي جي إكس 100 والذي فتح عند 3,093 نقطة وارتفع بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 3,252 نقطة. نتحول إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و9 قروش للشراء و19 جنيها و19 قرشا للبيع. اليورو سجل 19 جنيها و15 قرشا للشراء و19 جنيها و27 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني 22 جنيها و58 قرشا للشراء و22 جنيها و71 قرشا للبيع.
وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و19 قرشا شراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع، في حين سجل الريال السعودي 5 جنيهات و8 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع. تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى الأردن في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.1% إلى 16.57 مليار دولار، وكان رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري قد ارتفع بنسبة 1.2% إلى 41 مليار دولار.